السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جي سي اي دي مؤسسة حكومية أمريكية عاملة زي بروجكت فولدر استراكشر، يعني عاملة فولدر جوه فولدرات فرعية بحيث تقدر تنظم الشغل بتاعك. تقدر تحمله من أسفل الوصف بتاع الفيديو، هتلاقيه بالشكل دوت. ده جنرال ريكويرمنت، الحاجات الأساسية تقدر تحطها في الفولدر دوت. الكونستراكشن، الحاجات الخاصة بالكونكريت، الماسونري، الميتيلز، وهكذا. كل العناصر اللي انت شغال بيها في المشروع تقدر تحطها تمام. زي مثلا الاكتفاء، هتلاقي التسميات بتاعتك، الـ RFI، الفوتو، الشوب دروينج، السكتش، بحيث ان الفريق بتاعك يتعود ان هو يشتغل على التنظيم دوت، فيبقى عارف كل حاجة موجودة فين. في كل المشاريع هنمشي على نفس الرقم ده، فهو اوتوماتيك عارف بقى ان 22 ده الابو تريكة البلامنج، ال21 هو الفاير، ولاقي هنا الحاجات متنظمة، الـ RFI، شوب دروينج، السكتش، وهكذا.